ظرف استثنائي يستدعي التجنيد في نهاية يوم استثنائي. يجتمع هؤلاء العمال على غير العادة في مهمة جديدة. منذ عدة أيام تنخرط شركة سيور بعملية تعقيم وتطهير واسعة للشوارع والأماكن العمومية بوهران في خطوة للحد من تفشي وباء كورونا. شركة المياه والتهيئة لولاية وهران تقوم بعملية تعقيم على مستوى بعض الأحياء التي تمثل اكتظاظ سكاني كبير، ومن بعض الأحياء التي قمنا بها اليوم وخاصة في هذا الوقت حي ميموزاق والذي يعتبر حي ذو كثافة سكانية كبيرة. كل المعدات على المؤسسة مجندة، وسائل مادية بشرية، مسؤولين كما تشاهدون في عين المكان. إذن المهمة تتمثل في تطهير وتعقيم بالمواد المطهرات، يعني الممرات الرئيسية للبلديات. إضافة إلى تعقيم وتنظيف الشوارع، تهدف هذه المبادرة إلى التحسيس وترسيخ ثقافة المواطنة حتى يتخذ المواطن كافة التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الوباء. مبادرة من قطعة أخرى، ولكن مؤسسة سيور كانت هي الأولى في هذه العملية وهذه الحملة، والمبادرة جيدة واستطعنا من خلالها أن نلبي حاجية السكان الذين طالبونا. بالأمس كنا قمنا بحملة تحسيسية. وتحت شعار احمي نفسك واحمي عائلتك، تتواصل حملة التعقيم والتنظيف لمدة 15 يوما لتشمل كافة دوائر وبلديات الولاية.